خلينا دلوقتي نروح على الهواء مباشرة لشرم الشيخ ونتابع مع كريم بيبرس آخر التطورات اللي بتحصل النهاردة. النهاردة يوم طرح ومناقشة الحلول الممكنة، بوادر لختام القمة غدا. اتفضل يا كريم. صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. النهاردة يوم مختلف لأنه هو المفروض اللي هنجني بيه ثمار الأيام اللي فاتت دي كلها. المفترض النهاردة الدول هتجني ثمار التعب والمجهود والتفكير والاجتماعات الكتير جدا اللي الهدف الرئيسي منها هي الوصول لحلول واقعية، وصول من الممكن فعلا تتطبق على أرض الواقع. حتى اليوم النهاردة سمته اسمه الحلول. الحلول النهاردة المفترض انه بعد نقاشات حول ملفات كتير جدا، ملفات الطاقه، ملفات التنوع البيولوجي، ملفات التعامل مع تخفيف الانبعاثات الكربونيه، ايام كتير جدا وملفات كتيره جدا، وعلى راسها طبعا التمويل. هدفها النهارده انه بعد كل النقاشات دي يخرجوا بيها ويطبقوها بالفعل على ارض الواقع. الحقيقه انه في حاجات بالفعل اتطبقت، يعني في اتفاقيات وما بين دول اتطبقت، في اتفاقيات ما بين دول ومنظمات اتطبقت. مصر مثلا على سبيل المثال لو قدرنا ان احنا نحصر بعض الاتفاقيات، كان في اتفاقيات على الهيدروجين الاخضر وده جزء من الحلول وهو ده المستقبل، الطاقه النظيفه، الطاقه الصديقه للبيئه. كان في اكتر من 9 اتفاقيات مختلفه، ده بجانب اتفاقية مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد وبنك الاتحاد الأوروبي إنه بالتمويل تمويل مصر للتحول للطاقة الخضراء بشكل عام. في كمان اتفاقيات ما بين الدول العربية، في اتفاقيات ما بين الدول النامية بينها وبين بعضها، في اتفاقيات خلاص بالفعل اتعملت، وكان في كمان نقاشات حول آليات التفعيل بالفعل على أرض الواقع. وهو ده المهم، هو ده المفترض النهاردة كل صناع القرار والرواد والخبراء يكونوا وصلوا لآلية أو وصلوا لشكل مبدئي، لاتفاق مبدئي. الاتفاق ده هدفه هي السمة الرئيسية لكوب 27 وهي الامبليمنتيشن أو التنفيذ بجد على أرض الواقع. كانت أكتر حاجة اتكلموا فيها الفترة اللي فاتت هي التحول لاستخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، والحاجة التانية على طول كانت التمويل، إزاي نقدر نوفر الفلوس أو نقدر نوفر كل الوسائل عشان التمويل ده يقدر يوصل للدول النامية، يقدر يوصل للاستثمارات الجديدة، يقدر يوصل ويمثل البشر بشكل مباشر. خلاص النهاردة هيكون الرؤية اتضحت، النهاردة هيكون كوب 27 هيسيب العلامة الأساسية اللي كان متفق عليها من الأول وهي التنفيذ. خليني أقول لكم كمان انه على مدار الايام السابقه ورش العمل كانت بتخلص مثلا لستة او سبعة بالليل، لكن كانت بتفضل في اجتماعات مغلقه مستمره لحد 12 و1 بالليل عشان الخروج في الاخر ببيانات. البيانات دي مفترض ان هي توصل لحلول برضه، المفترض البيانات دي يكون متفق عليها من جميع الدول اللي شاركت بالفعل في كوب 27. كان في مشاركه كبيره جدا في كوب 27 من رؤساء ورؤساء وزراء ويعني العديد من الخبراء ومتخصصين البيئة اللي هدفهم الرئيسي هي الوصول لحلول سريعة في الوقت الحرج ده علشان نتعامل مع تحديات التغيرات المناخية. والآن برجع للفرجة. كل الشكر ليك كريم بيبرس على استعراض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة والأخبار اللي هتحصل النهاردة في مؤتمر قمة المناخ.